السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كما هضرت وقلت بعد التعادل المخيب اللي ديناه في وبعد الاداء من نقدر نقولوها الاداء اللي ما كانش يشرفنا احنا كلاعبين ولا يشرف ترجي في مقابل التطاوين، كان لازم علينا الانتفاضه. المقابله كانت صعيبه خاصه ضد فرق اللي تركن الوراء وما تخليلكش الكثير من المساحات. الحمد لله بالهدف الثالث اللي حررنا. نتمنى ان شاء الله هذه تكون الانطلاقه الفعليه للفريق ترجي ان شاء الله في باقي المقابلات ان شاء الله. مازالت برشا خدمه في الترجي، الاوتوماتيزم مازال مش حاضر. صحيح كما هضرت وقلت ترجي تجدد بنسبه تاع 60 حتى 70% لاعبين جدد، ما حش يكون هذاك الانسجام في ثلاثه ولا اربعه مقابلات. نتمنى من الانصار يصبروا علينا ان شاء الله، في باقي المقابلات راح يشوفوا فريق منسجم اكثر، فريق اكثر فعاليه واكثر نظام ان شاء الله داخل الميدان. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.